All I got is so bad, man. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن قصة الجنية اللي في المستنقع. طبعا أولا أنا راح أعطيكم جميع الأجزاء اللي تقولها البنت، هو تقريبا 16 جزء، وإذا كنت شخص مهتم فيها وتبى تروح لها ترى راح تكون موجودة في هذا المكان، وما راح تطلع إلا من بين الساعة 12 إلى الساعة 3، ولازم يكون الجو ضباب. خطوة جدا مهمة أن يكون الجو ضباب وأن يكون بعد منتصف الليل عشان تطلع لك هذه البنت أو جزء من المقولات اللي تقولها. طبعا أول شيء زي ما قلت لكم راح أعطيكم الأجزاء 16 جزء، بعدها راح نبدأ نحكي قصة هذه الجنية. She never did. You can be so unkind, so very unkind. It ain't like that. It ain't like that at all. Put down the gun!
never loved me. You never loved me at all. And I thought he was a gentleman. Gentleman, indeed. You were just a hillbilly white trash like my mama always said. For you. I left everything. Hey, stranger. I know you've been watching me. Come, sit me in the swamp. By our tree. Come to our tree. I'll be waiting. I love you. أولا، اسم هذه البنت هو أغنيس داود، وهي بنت من عائلة غنية تودد إليها أحد الأشخاص الوسيمين من طبقة أقل منها ومن عائلتها. هي رأته كشخص جميل جدا ورومانسي، لكن عائلتها رأته كشخص متخلف فكريا فقط مهتم بأموالها وجسدها. والداها كانا على حق، فهذا الشخص في كثير من الأحيان سكان المدينة يرونه يذهب إلى نساء أخريات ويتحايل عليهن بمظهره الجميل وملامحه الخلابة. وإن دل على شيء فهذا يدل على إن هذا الشخص كان يستغل أغنيس داود زي ما كان والدا أغنيس داود يقولان. ومن الحوار الثالث لها عندما تقول I always loved you and she never did، بمعنى أي أنا دائما أحببتك أو أحببتك دائما وهي لم تحبك أبدا. هذا يقوي على ما نقول على أن هذا الشخص فعلا قاعد يستغل أغنيس داود، وبمعنى آخر خان أغنيس داود. أيضا في الحوار السادس لما أغنيس داود تقول
دادي اي فورجيف هيم واي يو ار نات، بمعنى انه ليش انت ما سامحته. ايضا هذا دليل اخر قاطع على خيانة هذا الشخص لأغنس داود. بعد ذلك أغنس داود اكتشفت وتيقنت قد ايش كان هذا الشخص وغد ونذل، ثم انهت جميع العلاقات معه. لكن بعد مرور الوقت اكتشفت أغنس داود انها حامل. الجميع علم بالموضوع من والدها الى والدتها الى اخر شخص من سكان المدينة، مما ادى الى غضب الاب بشكل كبير جدا، لانه سابقا حذر أغنس داود انه هذا الشخص لم ولن يتزوجك أبدا، إنما هو هنا فقط لاستغلالك جنسيا واستغل أموالك. حمل أغنس داود من هذا الشخص دليل قاطع على أنهم أقاموا علاقة بينهم، وهذا راح يجعلها لن تتزوج مرة أخرى، ولا يوجد رجل يريدها للزواج، مما أدى إلى غضب الأب بشكل كبير، ومما أدى أيضا أنه صار يدخل على ابنته عدة مرات بالسلاح لقتلها وللتخلص من العار، زي ما شفتوا في مجموعة من الحوارات أنه الأب كان يخش عليها بالسلاح وكانت هي تحاول أنها تمنع. بعد مرور وقت قصير جدا أغنس داود وضعت الطفل ومرت عملية الولادة بنجاح. عندما علم هذا الشخص بولادة أغنس داود ذهب إليها متخفيا، ودار بينهم حوار إنه هذا ليس ابني أبدا، وأنا ما أعرفك، ما بيننا أي علاقة، لأنه هذا الشخص كان رافض فكرة إنه يكون أب أو إنه يكون عنده ابن. دار بينهم حوار يعني ارتفعت الأصوات فيه، مما أدى إلى أنه الأب سمع صوت الحوار العالي جدا، ودخل عليهم مع السلاح وقاعد يهدد هذا الشخص أنه راح يقتله. لكن ابنته كانت عائق وكانت تحمي هذا الشخص حبيبها، قاعدة تحميه يعني، ف ما قدر انه يطلقوا. لكن دار بينهم تشابك بالايادي وقدروا يضاربون يعني، لكن الشخص هذا قدر يهرب من البيت، ودليل هذا الحوار ودليل هذه المضاربة راح يكون الحوار رقم 13، ارجعوا اسمعوه وراح تعرفون ايش صار بالضبط او تفهمون اكثر. بعد مرور وقت نوعا ما طويل هذا الشخص لم يعد أبدا. بعدها أيقنت أغنس داود إنه هجرها فعلا ولم يرغب في ولدهم. اضطرت أغنس للقيام بعمل محزن جدا. طبعا هنا راح يكون عندنا روايتين. الرواية الأولى قالت إنه أغنس داود فعلت أمر واحد من اثنين. الرواية الأولى تخلت عن ابنها بوضعه في المستنقع بجانب التماسيح. الرواية الثانية تخلت عن ابنها بإعطائه لعائلة أخرى أو إعطائه لبين قوسين النايت فولكس. وسبب التخلي من وجهة نظرها إنه لما تتخلى عن ابنها في احتمالية إنه ممكن يرجع لها حبيبها مرة أخرى ويقدرون يعيشون مع بعض، لكن هذا لم يحدث أبدا، وهو تركها للأبد ولن يعود لها، بل إنه تزوج من امرأة أخرى. بعد ذلك بدأت تتوسل وتطلب من هذا الشخص أن يعود إليها، ولكنه رفض رفض شديد جدا. بعدها استوعبت أنه لم يحبها أبدا زي ما قالت في الحوار الثالث. الآن أغنس لم يعد عندها أي شيء ولا تستطيع
أبدا العودة لعائلتها لأنها هربت من عندهم بحثا عن حبيبها، وطفلها لن يعود أبدا لأنه في كلتا الحالتين راح يكون ميت، سواء حطته عند التماسيح أو أعطته للنايت فولكس. طبعا بعد جميع ما حدث لأغنس داود، أخذت حبل وذهبت للمستنقع وشنقت نفسها وتوفت زي ما شفنا في الكاونتر رقم 16 أو الجزء رقم 16 من القصة. وبكذا تكون هذه نهاية أغنس داود، وهذه نهاية قصة الجنية بشكل كامل. طبعا في روايات أخرى لقصة الجنية، لكن هذه هي أفضل قصة وأفضل قصة مناسبة للحوارات اللي قالتها أغنس داود. فإذا كنت والله عندك رواية ثانية أو عندك يعني أنك فهمت شيء ثاني من الحوارات أغنس داود، تقدر تكتب لنا إياه في خانة التعليقات وإن شاء الله نتناقش فيه. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هيد من أغنس داود. يلا سلام عليكم.